الذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه الثمر قل للذي أضناه للمجد السهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابي الكرام، لازلنا معكم في حلقاتنا المتواصلة بإذن الله في برنامج زاد القلوب، واليوم سنتكلم عن الكذب ونسترسل ونستكمل حديثنا في الحلقات الماضية مع فضيلة شيخنا الشيخ سالم جابر. حياك الله شيخنا. مرحبتين أستاذ خليل، أهلا وسهلا بك. جزاك الله شيخنا. أحبابي الكرام، لدينا يعني كم جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لنا منهاجا وطريقا، وكانت لأهل الإيمان نبراسا تدلهم على الخير وتدلهم على الطريق الصحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذبا. رواه البخاري. شيخنا، هذه حلقتنا، فماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقالة بحمد ربنا تعالى، بذكر حمد ربنا تعالى: فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه، وآله وصحبه من بعده. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. حقيقة نحتاج إلى أن نجعل في قلوبنا وأفكارنا وعقولنا وثقافتنا مساحة كبيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصحبها شيء من التوقير والتعطير، يصحبها شيء من المحبة لهذه الأقوال، يصحبها أن الجوارح تسمع وتتبع، يصحبها أننا إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم أن نقول: سمعنا وأطعنا، ولا نقول سمعنا وكفى. عندها نكون قد بدأنا في قضية التأسي والاقتداء. والله كل من تأسى واقتدى واتبع طريق المصطفى ستكون نهايته الجنة برحمة الله. فما أحوجنا إلى أن ننزل السنة المعطرة والكلام البليغ الفصيح والكلام الذي قال عنه الله: وما ينطق عن الهوى. إذن ما هو؟ إن هو إلا وحي يوحى، أن ننزله ذلك المكان العالي في قلوبنا. هذا الحديث يذكر خصلتين. الخصلة الأولى هي قيمة عالية راقية يريد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتشر في الكون وفي الأرض كلها. تخيل أن كل من على الأرض لا ينطق إلا بالصدق، ما الذي يحصل للبشرية من أمن نفسي؟ لأن الذي أمامك وخلفك وإلى جنبك والمتحدث معك صادق، لا يكذب. نعم. وكأنها مرآة أمامك تنظر بها إلى كل شيء، فيها شيء من الصفاء والنقاء، فالصورة واضحة. تخيل تتعامل مع الدولة
فتجد الصدق في جميع أروقة مكاتبها. الرئيس صادقا مع وزرائه، والوزراء صادقين مع الوكلاء، والوكلاء صادقين مع المستشارين، والكل صادق عندما يظهر في الإعلام ويخاطب الناس، والناس صادقين في محبتهم وسماعهم وطاعة ولي أمرهم. ما أجمل أن ينتشر الصدق. كل ما تصدق معناها أنت أردت أن تنشر هذه القيمة العالية على الأرض، فيكون لك الثواب العظيم. لذلك كان واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أيضا يحذر من خصلة ذميمة وصفة مشينة وتصرف بذيء وحاجة منكرة تحجب الصور وتبرز غير الحقيقة، فينهزم الأمن النفسي من القلوب ويحل محله الخوف والحذر والحيطة، لأن الذي أمامك يكذب وخلفك يكذب وعن يمينك يكذب وعن يسارك يكذب، والإعلام يكذب والرئيس يكذب والوزراء يكذبون والأولاد يتعلمون الكذب من البيوت، فيصبح ما على الأرض كله كذب. إلى أين يسير أهل الأرض؟ إلى الفجور. ما هو الفجور؟ إظهار المعاصي، إبرازها، المخاصمة بأن المعصية حق، يخاصمك أنها هي الصواب ولا شيء فيها، وهي الموجودة، وهي الآن هي الذي على الأرض، وهي التي تسود. بعد الفجور إلى أين؟ أصبح كأن الكذب ولد الفجور، وولد أجناس عديدة وجينات كثيرة، فانتشر الفجور. إلى أين يذهبون بعد الفجور؟ الفجور وسيلته يهدي يدل الناس ويقربهم ويسوقهم سوقا إلى النار، فيكون أكثر أهل الأرض من أهل النار والعياذ بالله تعالى. هل سنسمع المصطفى وهو يبين لنا النجاة والخطر، يبين لنا قوارب السلامة ويبين لنا أماكن الخطر في هذا البحر المزدحم المتلاطم الذي نسير فيه في هذه الدنيا، فماذا يقول لنا؟ بداية الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر. بالله انظروا إلى هذه الكلمات الجميلة، الصدق يهدي إلى البر، يعني أنت في الصدق والهداية والبر. ما هو البر؟ هي أعظم كلمة يدخل فيها كل شيء من الخير، كل ما تعمله مع والديك لا يزيد على كونه برا. لماذا؟ لأن كلمة عظيمة. ثم يبين البر أحيانا في سورة البقرة أو في غيرها، فتصبح البر أنواع من الطاعات، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر. عندما تسمع كلمة الصدق تحبه لأنها كلمة طيبة، فما بالك إذا كان الصدق يهديك ويدلك ويقربك ويأخذ بيدك حتى يضعك في البر. ما هو البر؟ الخير كله. هل هو الجنة؟ صحيح. هل هو الثواب العظيم؟ صحيح. هل هو فعل الخيرات؟ نعم. فإذا خذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزموا بها. أنا أعلم أنكم تصدقونه، لكن أريد التصديق في كل جزئية، وأريد هذا التصديق أن يتحول من القلب إلى اللسان، إلى الأذن، إلى الجوارح، إلى الأعمال،
ما دليل صدقك أنك مصدق للمصطفى في هذا الحديث؟ ما دليلك؟ العمل. إذا جلست في مقعد الصدق وبدأت تشتغل بالصدق وموقن أن حالك هذه ستهديك إلى البر، وموقن أن البر يهديك إلى الجنة، فانظر إلى التنقلات. الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي الجنة. إلى الجنة. هذا المقطع جميل والله، تحبه الأذن وتحبه أن تسمعه، ويحب اللسان أن يكرره، لكن الأحلى منه أن نعيش الصدق حقيقة، الأحلى منه أن نجلس في مقعد البر أيضا، الأحلى منه أن نوقن أننا سائرون إلى الجنة. قدم الصدق لماذا؟ وضع لك، هو ليس بديل والله لا، لكن أنت هذا مكانك الأصلي، هو الأول، فلا تتركه وتتعمق في الداخل. ثم أتى إلى الخصلة الذميمة المشينة التي والله تكرهها من ابنك رغم حبك له ودفاعك عنه، وتكرهها من زوجتك رغم العشرة التي بينك وبينها، وتسحب الثقة من صاحبك العزيز عليك إذا كانت فيه هذه الخصلة ولو مرة. تصبح حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب أحد الصحابة كذبة واحدة يصبح لا يأمن له إلا إذا أحدث لها توبة كما ثبت في الحديث الصحيح. سبحان الله. هذه الخصلة الذميمة يبدأ بها، إن الكذب يهدي، نفس الطريق يسوقك، يجرك إلى ماذا؟ إلى الفجور. كذب، فجور، نار. هل هذه كلمات محبوبة؟ هل تحب أن يجتمع فيك هذه الثلاث؟ هل تحب في ولدك أن تكون فيه هذه الصفات؟ أبدا والله. لكن أنا أريد أن يؤثر عليكم هذا الكلام المحلى بالعسل، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتنزلوه من قلوبكم منزلة عظيمة، ويتحول هذا الإيمان إلى عمل، فنرى بيتك كأنه بيت الصديق، حتى أن عائشة بعض الكتاب كتب عليها ماذا؟ الصديقة ابنة الصديق. وعلى ما أعتقد هو العقاد، بس محمود العقاد في كتاباته الأدبية، نحن لا نأخذ الفتوى من العقاد، وإنما بعض الكتابات الأدبية. الصديقة بنت الصديق، الصديقة في حادثة الإفك كانت صادقة، وإن ظن من ظن وتكلم من تكلم. فحقيقة يعني ما أحوجنا إلى أن نزيل هذا الركام وهذا الغبار وهذه الروائح الكريهة التي انتشرت في بلادنا وبلاد الإسلام بسبب الكلمات الكاذبة التي انتشرت انتشارها في الآفاق، وأن يحل محلها الصدق والبر والهداية إلى الجنة. نعم. حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. شيخنا، مرتبة الصديقين هل تنال بالصدق؟ مرتبة أبو بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه. نعم. هو هناك فرق بين الصادق وبين الصديق. نعم. الصادق هو صادق في نفسه فقط، لكن لا علاقة له بالغير. أما الصديق فصادق في نفسه مصدق لغيره. الصديقية ليست حكرا على أحد، إنما النبوة هي التي انتهت والرسالات، أما ما بعدها من الصديقين والشهداء والصالحين فبابها مفتوح، فمن توفرت فيه صفات الصديق في حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وتصديقه في كل جزئية ما دام قد صح الحديث أو الأثر، تصديقا جازما وليس تصديق الأذن فقط،
لأن الأذن كأن تصديقها السماع فقط وينتهي دورها، هي آلة للسماع. لكن تصديق القلب لا بد أن يترك أثر على الجوارح. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التصديق تأتي حاجة اسمها المحبة، فقلب الصديق مملوء بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتغير هذا الحب تحت أي ظرف من الظروف. جاءت الشهوات تتوقف خارجا، جاءت الشبهات تتوقف خارجا، جاءت الأهواء تتوقف خارجا، في الشدة تتوقف خارجا، في الرخاء، في السراء، في جميع أحلك الظروف، الحب كما هو، وهذا الحب في الله. هنا ينال الإنسان هذه المرتبة العظيمة الصديقية، لكن لا بد أن يبدأ قبلها بماذا؟ بمراتب، أن يكون مسلما حقا، وأن يكون مؤمنا صدقا، وأن يرتقي بعد ذلك إلى مرتبة المتقين، وأن يزيد بعد ذلك إلى مرتبة المحسنين، وأن يزيد بعد ذلك إلى مرتبة المخلصين، ثم بعد ذلك يصل إلى مرتبة الصديقين. فنحن نتمنى أن نترقى في درجات الإيمان والإحسان، كلها طيبة. نحن لا نقول هذه دنيئة وهذه قليلة، أبدا، الإسلام هو أعظم شيء، لكن المؤمن لابد أن يترقى، لأنه إذا لم يترقى ربما ينزل، لكن إذا ترقى حتى لو نزل عن مرتبة الصديقية سيكون في مرتبة مثلا الإحسان أو مرتبة المتقين أو مرتبة المؤمنين، لا بأس بذلك، لكن لابد أن يترقى، وهذا تنافس يستطيع الإنسان. ربما حبك للصديق وتشبهك به وكلما سمعت منه قولا أعجبك يبعثك الله معه، فتكون وإن لم تكن قد توفرت لك الصديقية الكاملة في الدنيا لكن تنالها في الآخرة، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقضية الصديقية جاءت فيها المعية، فأولئك مع صديقي. نحن إن لم نكن منهم فنطلب المعية. كيف نطلبها؟ الصالحين معهم، والأولياء معهم، والمتقين دخلوا في المعية أيضا. فهذه أمور، يعني أنا أرى كل صادق يحب الصديق وكل كاذب لا يحب الصديق. أكيد مستحيل، سبحان الله، لأن الطيور على أشكالها تقع. الكاذب يحب الكاذب، يحب عبد الله بن أبي، يعجبه نفاقه وخداعه ومماراته، ويظهر خلاف ما يبطن، وهكذا هو الكذاب. الكذاب الذي يظهره غير موجود أصلا، الكذاب عندما يكذب الذي كذب فيه موجود؟ لا، مش موجود، لأنه إخبار على غير الواقع. فنحن نحتاج إلى أن نقنن أفكارنا درجات المحبات، قبول قول المصطفى: هل هو مثل ما تسمع والدك يتكلم؟ هل هو مثل ما تسمع أحب الناس إليك يتكلم؟ هل هو كأنك تسمع وحي لكن ليس كوحي القرآن يختلف؟ هل هو تسمعه كأنك جالس بين يديه والحبيب يلقي هذا الكلام في أذنك؟ تختلف المفاهيم والرؤى، وما أجمل أن نراه بأعيننا، أعين البصيرة وليس أعين البصر، وأن نسمعه بآذاننا. الآذان تسمع الألفاظ، لكن المعنى والهيبة تسمعه آذان القلوب، عندها نصل إلى ما وصل إليه أهل الصدق. هناك في بقية الحديث أو في نهاية الحديث جملة مرعبة حقيقة ومخيفة: حتى يكتب عند الله كذابا. ما معنى الكتابة وكيف يكتب؟ هذا يشتهر فيصبح في كتابه كذابا، والملائكة تكتب أنه كذاب،
وكما أن من ذكر الله في الأرض ذكره الله في السماء ويثني عليه أهل السماء إني أحببت فلانا فأحبوه، فهذا قد يشتهر في السماء بأنه كذب. كيف؟ حتى في الدنيا كيف؟ أغلب الناس حتى من ثقافتهم قليلة عندما يسمع بعبد الله بن أبي يقول لعنه الله، أعوذ بالله، إذن كأنه كتب بين الناس أنه منافق. وعندما الآن الناس هي لم ترى فرعون ولم تسمع به، لكن لو قيل فرعون لعنه الله الكل يكرهه ويلعنه، فكأنه كتب عند الناس ملعون. الشيطان لم يره أحد، لكن لو ذكر الشيطان حتى لمن يصلي بعض الأوقات ويترك ماذا يقول؟ لعنه الله، كأنه كتب عند الناس كلهم ملعون. فكذلك الكذاب على قدر كثرته في الكذب وتنوعه ومواظبته عليه ونشر الكذب بين الناس يصبح مكتوبا كذابا. مكتوب عند الله نعم، مكتوب عند الملائكة نعم، اشتهر به الناس نعم، وهذه حقيقة فضيحة إعلامية أو أدب إعلامي. بعض الناس لا تزجره العقوبات إلا إذا كانت عقوبة فيها تشهير، فكلمة كذابا فيها إيش؟ تشهير به. بعض الناس يخاف من التشهير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أنواع العقوبات، ومن أشهرها عقوبة التشهير أن يصبح عند الله كذابا. ولكن في المقابل تخيل أنت إنسان بسيط ومتواضع وتخدم في عملك لالتزامك الصدق فقط، مكتوب عند ربك أنك صديق. بالله إذا بعث الله الخلق يوم القيامة وأنت تحمل هذه الصفة الجميلة، ماذا يكون حالك وسرورك وفرحك وبهجتك؟ ما الشيء الذي فعلته؟ ألزمت هذه اللحمة الصغيرة بأن لا تخرج إلا بالصدق. صعب؟ لا والله ليس صعبا. عودته، اللسان على ما اعتاد عليه، اعتاد الصدق، اعتاد التلاوة، اعتاد الذكر، اعتاد التسبيح، اعتاد الأمر بالمعروف، اعتاد الإحسان، يستمر عليه. عودناه على المرابة والكذب والختل والمخادعة في الكلام وتعميم الكلام وإخفاء جزء منه وإظهار جزء، علمناه التلون، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، تعود عليه فهو عضو. من تعود أن يشرب باليمين يستمر بها دائما، ومن تعود اليسار يستمر بها دائما. صدقت. فأعضاؤنا كلما عودناها على الطاعة استجابت، لأنها هي في الأصل مطيعة لله، كل شيء مطيع، فنحن نعوده، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسر. أعضاؤك كأنها أبناؤك، على ما عودتها وربيتها تعيشها. نعم. فلنحاول أن نعود هذه الأعضاء جميعا بالصدق وأنها تخشى الكذب. نعم نعم شيخنا، الآن عندنا يعني مجتمع يعني ظاهرة مجتمعية خطيرة جدا، وهي الكذب من أجل حقوق أكل حقوق الغير. كذب من أجل أكل حقوق الغير. منهم من يكذب على الله ورسوله حتى جعل بعض الأقوال وبعض الكلمات كالدستور وكالقانون، ويعني نسف بها الشريعة، مثلا كيف أكل مال اليتيم أو أكل الميراث لأخواته. ومنهم من يعني الآن في تجارة وبيع وغيره بدأ يأكل في أموال الناس بالباطل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:
عندما عد الكبائر وذكر فيها اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. هذا هو اليمين الغموس، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، ولو كان أو وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: نعم، وإن كان قضيبا من أراك. هنا أصبح الكذب له شق آخر، وهو شق القضاء، دخل في القضاء ودخل في المحاكم ودخل في اليمين، واليمين جزء في القضية، مثل الشاهد مقامه. واليمين حقيقة هو شنو؟ نطق باللسان، فالحلف إلى هذا اللسان هو الحلف، وهو أنواع. لذلك سبحان الله الشريعة متسعة، ليست كالقانون تذكر شيء وتغفل عن أشياء، لأن القانون وضعي، لكن الشريعة من لدن لطيف خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فسمح، فجعلت يمين لا يؤاخذ به الناس، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والله تشرب قهوة، والله تقعد، والله مازال الوقت، مسامح فيها، هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء. حتى لو قلت الواحد: أنا جيتك أكثر من مرة، بشرط جيت أكثر من مرة فعلا، أو قلت له: جيتك 10 مرات وانت ما طقتش 10، الأفضل أن لا نفعل، لكن لو وقع منك تسامح فيه العلماء. المبالغة بعض الشيء، أهم شيء يكون الحلف بالله، لأن هناك الآن من يكثر الحلف باليمين والحلف بالطلاق. لكن يمين آخر مؤاخذون به، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ويعلم أنكم تحتاجون إلى الحنث. أنتم على بر حلفتم، لكن نحتاج، أن حلفت على شيء مستقبل، منعت نفسي أو منعت غيري، لكن محتاج. أحيانا الإنسان يحلف حتى على بيت أبيه وأمي. فجعل له كفارة رحمة، فكفارته إطعامه 10 مساكين من أوسط مطعم، وأغلب الكفارات فيها مصالح للناس، هي كفارة لك ولكن استفاد منها الآخرون. ثم هناك يمين، وهذا هو الإشكال، ما يسمى باليمين الغموس. هذا صاحبه كاذب أصلا، يعلم أنه كاذب غير صادق، يحلف أن هذه الطاولة لفلان وهي ليست له، وهو يعلم أنها عكس يمينه، فهذا متعمد الكذب قبل أن يحلف. هذا يسمى غموس. هل نحن مسامحون فيه كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ لا، لأن هذا ليس لغو، فيه عقد. هل له كفارة؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته؟ لا. ما الحل فيه؟ يغمس صاحبه في جهنم، لذلك سموه الغموس، يغطس. فكثير من الناس الآن يأتي إلى المحكمة، سواء كان في قضية ميراث مع أخواته، أو قضية حقوق مالية، أو تجار، كثير من التجار الآن تودع عندهم أنت أموالا، فيقولون لك: خسرنا، أو ركبتنا الديون، أو لا نستطيع، تريد يمين نحلف لك يمين، وهو عنده أموال يستطيع أن يرد لك دينك، لكن لا يريد أن تتضرر تجارته، فهذا استقطاع حق للغير، لا يجوز. فمن حلف يقتطع به حق امرئ مسلم، كيف وصل إلى اقتطاع هذا الحق وأخذه؟ بأي وسيلة؟ باليمين. ما عنده وسيلة أخرى؟ ما عنده وسيلة أخرى. هذه اليمين حقيقة أم كذب؟ كذب. هذا لا يدخل الجنة.
الحديث قد حرم التي يقتطع فيها واليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. والحديث الآخر من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أرك. انظر إلى الخطورة، أوجب عليه النار بفعله هذا، أصبح يدخل النار. يا لطيف. لماذا؟ لأن كذبة، وحين الكذب بدون يمينه. لو قال هذا المال لي ومش لي، ما حلفش أنا، لكن حصل الكذب ولا ما حصل؟ حصل وحلف، يعني أصبح عنده كذب وعنده حلف. الكذب هو الإخبار بغير الواقع، حصل هنا في اليمين ولا ما حصلش؟ حصل في اليمين. حصل. بالإضافة عظم الله على كذب في هذا الأمر، ويعلم أن تعظيم الله سيستجيب له القضاء وسيستجيب له الخصم، حتى الخصم سيرضى. الأمر الثالث، أخذ شيئا من مكانه وجعله عنده. قد يكون هذا الشيء صاحبه تعب فيه سنين، كما يحصل الآن في بيوت بعض المهجرين، أخذت. من بناه؟ والده. كم تعب فيه؟ سنين. كم ضيق على أسرته حتى يوفر المال ليبني هذا البيت؟ سنين. كم ذاق من مرارة ومن تعب ومن إرهاق؟ سنين. فيأتي من يجلس في هذا البيت ويصلي ويصوم ويربي أولاده وينام في الليل قرير العين. هذا حاله، حال من حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. لأن القضية الكلام هذا كله إيش هو؟ اقتطاع حق امرئ مسلم. مسلم حصل هنا ولا ما حصلش؟ حصل. حصل. فهؤلاء حقيقة أن يتسرب الكذب إلى اليمين خطير، يثبت كذبه بالحلف بالله. عظم الله على باطل. نعم. كفار قريش، الآن تحضرني قصة كفار قريش عندما بنوا الكعبة، لم يدخلوا في بناء الكعبة مال زور أو مال بغاء أو رباء، كلها تعظيم لله مع أنهم أهل شرك. نعم نعم. فلذلك حقيقة هذا حديث خطير جدا، انظروا إلى آخره فقط. حرم، وجبت له النار وحرم عليه الجنة. القائل هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نحاول أن نفسد لذة النص وجماله وحسنه ببعض الفلسفات والتفسيرات الغريبة، فليبقى النص ناصعا تحذيرا أو ترغيبا، مرعبا مرهبا من المعاصي، محببا مشوقا جميلا إلى الطاعات. من قرأ هذا الحديث كيف ينام في بيت ليس له؟ من قرأ هذا الحديث كيف يأخذ ميراث أخته أو عمته أو خالته؟ الله أكبر. وينام قرير العين. وجب وحرم، وجبت له النار وحرم عليه الجنة. ما اكتفاش حتى بوجبت له النار، هي وجبت له النار كافية عندنا نحن، لكن مقابلها حرم. من يأخذون أراضي ويأخذون عقارات ويأخذون في قضايا في المحاكم كثيرة، ودفاع عن المجرم وعن الظالم، محامين قد يكون عنده مال يكلف 10 محامين في القضية الواحدة، والكل يحاول أن يقتطع هذا الحق من صاحبه إلى مغتصبه. هؤلاء يشملهم هذا النص، نص خطير، لأن الغاية ليست بخصوص اللفظ وإنما بعموم السبب. فهنا الاقتطاع، هذه هي الإشكالية.
فعندما يصبح الكذب بهذا الحجم يقتطع حقوق العباد كأنه يسرق أموالهم علنا، وكأنه يفك ما عندهم، وكأنه يذلهم ويدمرهم نفسيا، فينهزم العدل ولا مكان له. أخرج بماذا؟ باليمين الفاجرة، العدل خرج. أخرج بماذا؟ بالكذب في اليمين. أخرج بماذا؟ بمن يناصر هذا اليمين ويرضى به. فحقيقة يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة. ثم بعض الصحابة يعني قال ربما الأمر سهل وبسيط، حتى لو كان قليلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت أنا أخذت الأثاث فقط، أنا سكنت في شهر وبعدها طلعت، السيارة استعملتها شهر فقط، ميراث أختي أو أخي بقي في ذمتي 10 سنوات وبعد ذلك تم التقسيم. في 10 سنوات هذين ما حكمك؟ قال ولو كان قضيبا من أراك. تخيلوا، قد يقول قائل والله في مبالغة، قضيبا من أراك. أنا أذكر هذه القصة ربما سمعها مني الكثير، وهي أن عيسى عليه السلام مر بقبر يعذب صاحبه في قبره وله صراخ، فالله سبحانه وتعالى أسمع سيدنا عيسى، نحن لا نسمعه لكن معجزة لنبي، فأحياه الله فقال له ما عملك؟ قال أنت تعذب في قبرك؟ قال نعم. منذ كم؟ قال والله منذ 7 سنوات أو أكثر. قال ما عملك في قبرك؟ ما كنت تعمل في الدنيا؟ كان يظنه رئيسا أو صاحب أموال أو، قال لا والله أنا كنت حطابا، أجمع الحطب من الغابة ثم آتي به إلى القرية فأبيعه. فجاء رجل فاشترى مني حزمة حطب وقال لي أوصلها إلى البيت، فأخذتها على ظهري وفي الطريق وضعتها على الأرض وأخذت منها عودا تخللت به أسناني، يعني نظفت به أسناني، ولم أعيده إلى مكانه فألقيته على الأرض وأخذت الحزمة وانطلقت. فالله يحاسبني على ذلك العود، لماذا لم ترده في مكانه؟ لأنه من حق من دفع لك الثمن. الله أكبر. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عود من أراك، وأنت تقول لنا عود نستاك به، يعني الله بيحاسبنا الحساب هذا كل الشديد؟ أقول لك سؤال بسيط فقط، لو أتينا بوزن، لأن الأعمال يوم القيامة توزن، وضعنا عود الأراك في كفة، وضعنا الذرة في كفة، أيهما أثقل؟ عود الأراك. عود الأراك أثقل، لأن الذرة لو سألنا عليها حتى علماء الذرة ماذا يقولون؟ لا ترى، هي لا ترى ولا تجزأ، حتى قيل أنه الجزء الذي لا يتجزأ، من الصعب أن تجزئه لصغره. ما هي العود الذي اختاره أخذه الرجل واستاك به ثم رجعه؟ لو وزناه سيكون هو أثقل أم الذرة أثقل؟ سيكون هو أثقل. والقرآن ماذا قال لنا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مع أن مثقال الشر هنا قليل، ذرة بسيطة. فلننتبه، حقوق العباد ليست سهلة ولو كانت قليلة. نعم. لا إله إلا الله. شيخنا، الشخص الذي يكذب ويفتري وربما تحصل على منصة إعلامية، هذا الشخص خلط الناس في بعضها البعض، سواء كانت عائلات، جيران، يعني قبائل، منطقة شرقية غربية شمالية جنوبية. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. المجتمع عندما يصدق هذه الشائعات، هل المجتمع عليه وزر كما للكاذب وزر، أم أنهم شركاء في الإثم، أم لكل منهم نصيب من الإثم؟ المجتمع أنواع، في شخص تأتيه الكذبة دون أن يستعد لها. أنت أول ما شغلت المذياع في السيارة سمعت وعرفت أنه كذب، على طول فصلت عند سد ومناعة. لكن القضية هؤلاء سماعون للكذب، أكالون للسعد مثل الإسفنجة. من يسمع الكذب ويحرص عليه ويتابعه، سواء كان في التواصل أو في قنوات أو في أي مكان، حاله حال من يضع في بطنه السحت كل لحظة. إذا شرب سحت، إذا أكل سحت، أكل فطور، أكل غداء، أكل عصور، أكل بعد الغداء، أكل سحور، أكل هو مغرب فطر، كل أكل يضعه في فمه. والأكل أنت عارف الإنسان في اللي يأكل في 4-5 وجبات، خصوصا الجماعة المرضى هذيما اللي عنده السكر كذا، ما يبيش يكثر. كل ما يأكل يأكل سحت. حاله مع من؟ يعني سمعون للكذب جالسين، في جنبهم من جالس؟ أكلون للسحت، كأنهم متساوون في العقوبة. هؤلاء الذين يعني دائما لما يفتح جهازه لا يريد إلا الكذب والسب والشتم والإيذاء، فهو كثر من يريد سماع هذه القنوات. لو لم تجد من يسمعها لأقفلت هذه القنوات. من يدفع أموالها؟ من يشتغل فيها؟ من يكتب لها؟ من يراقب المكتوب؟ من يديرها؟ ما هي الوزارة التي سمحت لهم بالترخيص؟ ما هو البيت الذي يقيمون فيه الاستوديو؟ كل هؤلاء داخلون في الإثم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن في تعاون، في حتى التي يضغط لايك اعتبر داخل، اسمه كبير، فالكل داخل. كما أن السحت قد يمر يصبح عام، الكل يأكل الحرام ولو قليل، كذلك تصبح الأذن، أغلب الأذن لا تسمع إلا الكذب. هذه القنوات كلها مبنية على الكذب والشتم كما قلنا. من يسمعها آثم، من يتكلم فيها آثم، من يمدها بالمال آثم، من يؤجر لهم المبنى وهو يعلم آثم، من يسمعها ويستعمل الرسائل أو المقاطع وينشرها أو يؤيدها آثم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. مجرد الركون، صاحب الركون ما دار شيرة، يعني إيش؟ جلس أو مال قليلا فقط، ما فعل أي شيء آخر. فقال فتمسكم النار. فليتنا ألا ندخل النار بأسماعنا، فبعض الناس لن يدخل النار إلا بأذنه، هي السبب. ليتنا ألا ندخل النار بأصبعنا، زر لايك خلاص هذا هو الذي أدخلك النار. ليتنا ألا ندخل النار بكتاباتنا وأقلامنا، ليتنا ألا ندخل النار بألسنتنا، بل ليتنا ألا ندخل النار بالرضا بالكفر والظلم والاعتداء بقلوبنا. أنت لا تستطيع أحيانا أن تزيل المنكر، لكن تكرهه ولا تقع فيه، وتحب من يتركه وتبغض من يفعله،
فحقيقة الإعلام أصبح سلاح خطير. قال كثير منه يوصلك إلى النار، إن لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هؤلاء يكذبون ويتحرون الكذب ويكثرون ويتنوعون حتى يكتب عند الله كذابا. نهاية معروفة، حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا أم لم يحددها؟ حددها في الدنيا، لم يبقى الكلام مدسوسا إلى يوم القيامة أو مخبوءا، وإنما أظهره، بيّن الفعل وبيّن أسبابه وبيّن نتائجه وبيّن ثمرته وبيّن كيف النجاة منه، إن الصدق، بل قدم النجاة قبل أن يأتي بالهلاك لتكون أنت من أهل النجاة. ففرص حقيقة، أنا أحمس في أذن كل أصحاب هذه القنوات، أصحاب الأموال والمستمعين والمتابعين والمعلقين في الإنترنت أو في أي وسيلة من وسائل التواصل، احذروا سماعون للكذب، الله أكبر، احذروا تكتب عند الله كذابا، احذروا الركون إلى ظالم بلسانه، قد تركنوا إلى ظالم بلسانه، انتقلوا بكليتكم من قنوات الكذب إلى قنوات الصدق، من قنوات المعروف، من قنوات المنكر إلى قنوات المعروف، ليكن تعاونكم وتعاونوا على البر والتقوى. وأخرجوا أنفسكم من هذه الآية ولا تعاونوا، القرآن قال لك ولا، أنتم درتوها وتعاونوا على الإثم والعدوان، والله لا ينفعكم شيء، لأن الخلود في النار زمن طويل، والعقوبة ولو يوم واحد ب500 عام قد تخرج منها صحيح، لكن لو بقيت فيها يوم واحد أو نصف يوم، انظر كم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فنسأل الله السلامة. آمين. وباب التوبة مفتوح. وأقفلوا آذانكم وألسنتكم عن كل ما يؤذي عباد الله. تسلموا وتصحوا إسلامكم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ختاما أحباب الكرام، نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختتم به شيخنا الآن، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أحباب الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه للمجد السهر، يوم السعادة عندما تجني الثمر. قل للذي أضناه